مرحبا بكم في حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. مواقع التواصل الاجتماعي بطبيعة الحال كما كل يوم مليئة بالأخبار والأحداث التي انتقينا لكم منها ما يلي. في العنوان الأول: حماية عمار الحكيم، ماذا فعلت؟ أجبرت المهوال خليل الجبوري على الاعتذار عن هوسة شعبية لم تنل رضا الحكيم. إلى الملف الثاني، وفيه مواطنون يبدون استياءهم من حرمانهم من متابعة مباراة العراق والسعودية التي احتضنها ملعب البصرة الدولي. في يوم المعلم، التعليم في العراق بين الفوضى الأمنية المستمرة والقليل من الإيجابية. في الملف الأخير، خطر الجفاف والكارثة المياهية في ظل حرب المياه الدائرة في المنطقة تهدد حاضر ومستقبل العراق. إذن المهوال سعيد الجبوري نطق الحق فلم يرضي الحكيم ولم يرضى. دعونا نشاهد. وهواي الشعب ضحى واحنا هواي عيدنا يتام. وهواي الشعب ضحى واحنا هواي عيدنا يتام. قبل صدام واحد هالسلف صدام. قبل صدام واحد هالسلف صدام، حسافة والف يا حيف والله على الهضيم النام. حسافة والف يا حيف والله على الهضيم النام. هاو الخير اللي عندنا مكوم، هاو الخير اللي عندنا مكوم، والاحزاب تفرهد بي والخير اللي عندنا مكوم والاحزاب. بعد هذه الهوصة الشعبية وبعدما شاهدتم أن الحكيم لم يرضى، عاد الجبوري الذي ألقى هذه الهوسة الشعبية، ولكن لماذا عاد؟ عاد معتذرا إلى الحكيم، وعلى وجهه ومظهره العام تبدو أثار قلق وخوف، ستكتشفونها بأنفسكم. تابع. يلا حبيت السيد دبت عقالي واني يتيم والله ما مقصود، والله ما مقصود، انا خايف يا ابد والله. هاي هذول اللي هم مواقف عز ما يحتاج كل شهود. هذول اللي هم مواقف عز ما يحتاج كل شهود. ذولا اسرة الحكيم ذولا ثبتوها حدود. يشهد الله يا سيد والله انتبه، هاي ما مقصود. لا حول ولا قوة إلا بالله. الجبوري ذاته عاد ليكرر اعتذاره وهوساته الشعبية، هوساته الشعبية، بمقطع مصور مسجل من بيته. كما أن ناشطين تحدثوا قبل وقت قصير من هذه الحلقة، تحدثوا عن اختطاف الجبوري اليوم الخميس، وهي معلومات ما زالت غير مؤكدة. نتابع. المهوال خليل الجبوري ردا على الهوسة لأحد الاستقبال السيد عمار الحكيم. فالسيد عمار الحكيم ابن المرجعية، فاشتكيت عنده أثناء هذه الهوسة لبعض المفسدين، ولا أقصد السيد عمار الحكيم لأن السيد عمار الحكيم ابن المرجعية، فعتبي على بعض التواصل الاجتماعي: هذا ابن الحكيم إلا الفعل فنان، هذا ابن الحكيم إلا الفعل فنان، هذا الزود عنده ويده الصعد للرحمن، هذا الزود عنده ويده الصعد للرحمن، نزام طبيه والله ولا الفعل فنان، نزام طبيه والله ولا الفعل فنان. هو السيد هذا السيد، هو السيد هذا السيد، واحنا نزام طبيه والسيد هذا السيد. هذه الهوسة الشعبية التي يعني واضح أنها جديدة، وقالها الجبوري حفاظا على حياته، ذات الأمر يؤكده أخوه وشقيقه الذي أكد أن المهوال سعيد الجبوري تعرض إلى الأذى وأجبر على الاعتذار، إضافة إلى أنه هدد بالقتل أيضا. تابعوا الآن هذه الصورة التي ستظهر أمامكم. في هذه الصورة أعلاه تعليق لشقيق الجبوري يتحدث عن إلزام أخيه بالاعتذار، وفيها أيضا مواطنون يسألون شقيق المهوال الجبوري، فيؤكد لهم كما يظهر في التعليق الأول أعلاه
أنا أخاه تعرض إلى تهديد بالقتل بعد الهوسة الشعبية التي واجه بها عمار الحكيم. الآن إلى موضوع مختلف، إلى ملعب البصرة الدولي ومباراة السعودية والعراق. الملعب طبعا يتسع فقط ل60,000 مشجع، والاتحاد العراقي لكرة القدم يطبع تذاكر ل150,000 مواطن. بما تفسر ذلك؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طبعا الشباب حالهم حال آلاف الناس، اشتروا بطايق والملعب مقفل. أخويا احنا جينا من كركوك ومكان بعيد وبطايق وما لقينا مكان نقعد. هذا مو لجنة أولمبية، هذا لجنة خلينا نقول بشي. هاي البطايق موجودة، يعني أنت يعني متعهد، إيش قد طابق بطايق؟ إحنا حاسين البطايق. 1000 كيلومتر إحنا قاطعين طريق. 4 أيام. من كركوك جايين العالم من كركوك. هاي البطاقة مال كركوك. يعني المتعهد إيش قد طابق بطايق؟ الملعب 60,000 كيف محددتي؟ شوف قرب بالعكس. قرب أشوف هذا كركوك يقرأ. هذه من كركوك العالم جاي. يعني رئيس اتحاد عبد الحسين عطان ما تستحون. والله زحمة. محافظات جايين. يعني 61 سيارة من الحلة جايين ضالين بالشوارع. وعندهم بطايق. إيش قد طابق؟ 100,000. أفشل لعبة هذا. يا ريت ما يشيلون حصار على اللعب العراقية. والله العظيم فشلتونا قدام المحافظات. والله العظيم زحمة وعيب عليكم. ما تستحون. مصر إن شاء الله. والله. والله المتعهد الله ينتقم منك. يا ريت ما يشيلون الحصار عن اللعبة العراقية. أرأيتم إلى أي مدى وصل الإحباط أمام الناس؟ يشترون التذاكر ويسرقون جهارا نهارا، يذهبون إلى الملعب فيكتشفون أن الملعب امتلأ على آخره، وآلاف المواطنين الحاصلين على التذاكر التي اشتروها من نقاط بيع تابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم، الآلاف منعوا من الدخول. طبعا أحد المواطنين أبدأ استياءه من حرمانه متابعة المباراة رغم حصوله على تذكرة، حاله حال هؤلاء الذين شاهدتم قبل قليل. دعونا نستمع إلى ما قال هذا الشاب. يعني يا سيادة الوزير يضحك علينا، يجي محافظات وتقول لنا مرقمة وعلى الكراسي وعلى البوابات ونشتري بطاقات وتاريخنا في خارج الملعب، والطبل عنده بطاقة ومبطاقة وينترس الملعب اللي قدام قبل ساعة للعبة. يعني إذا أنتم مو قد التنظيم ليش تنظمون هيك؟ وليش تورطونا تخلونا نجي محافظات وحاجزين بطاقة قبل عشرة أيام حاجزين بطاقة، وعندنا مثل الأوادم ومثل الدول الأوروبية ومثل الدول الخليج نجي ونشوف قبل ساعة وربع ساعة، وتاليتها نشتري البطاقة ب10,000 دينار ونكون خارج الملعب. إذا أنتم مو قد المسؤولية ليش تسوون هيك وليش تورطون الناس؟ في الوقت الذي تنعقد فيه المباريات في البصرة، الشركة الوطنية للتنظيف أعلنت توقفها عن العمل اعتبارا من هذا الخميس. ما تشاهدونها الآن أو ما ستشاهدونها هي نسخة من الكتاب الرسمي. هذا الكتاب الرسمي صادر عن الشركة. طبعا الشركة المرسل هي شركة كويتية ومرسلة إلى المحافظة، ما يعني تجدد المشكلة القديمة وهي تكدس النفايات. في الكتاب تقول الشركة الكويتية أنها توقفت عن العمل، ما يعني أن شوارع البصرة ستعود حتى تتكدس النفايات فيها من جديد. أمر طبعا دفع بعض أبناء البصرة لتذكير الشباب بواقع المدينة والنفايات التي تملأ شوارعها، في الوقت الذي يحاول بعضهم تجميل الواقع وإنكار حقيقة ما تعيش البصرة وغيرها من المحافظات العراقية. السلام عليكم اخوان، انا رسالة احب اوصلها للجماهير البصرية. طبعا احنا مع رفع الحظر عن الملاعب العراقية، بس البارحة ما شاء الله الزحف اللي شفناه على المدينة الرياضية محافظة البصرة مو مثل الزحف من أجل مطالبة بحقوق أبناء محافظة البصرة. أنتوا أبناء محافظة البصرة المفروض أيضا تطالبون بحقوقكم. اليوم توقف عمل الشركة الوطنية للتنظيف. شوفوا هذه النفايات، تفضل، هذه النفايات اللي انتشرت في مركز محافظة البصرة، البصرة اللي بيها واردات اللي تغذي المحافظات، ونلاحظ هذه النفايات اللي موجودة.
فما أعرف يا ترى أكو زحف من أجل المطالبة بالحقوق، مظاهرات المطالبة بالحقوق. وزد على قول هذا الشاب أن مجلس محافظة البصرة لم يتدخل أمام الشركة الكويتية شركة التنظيف حتى الآن، ما يعني أن البصرة مقبلة على أكوام للأسف من القمامة ستتكدس في شوارعها. بعيدا عن هذه الأخبار المزعجة لكم، ما رأيكم أن نذهب للاطمئنان على حال التعليم في العراق الآن، ومعها نطمئن على حال ناظرة مدرسة كسرت ذراعها. لكن كيف كسرت ذراعها ومن الذي اعتدى عليها؟ لنذهب ونرى. قلت لأخي أنت ما تستحد تلفظ هاي الألفاظ، أمشي أطلع برا ناتية الحالة تطلعه. ثاني يوم أجوي نساء على أساس أنهم متنكرين يردون وينقلون بناتهم، قالوا نريد ندخل للمديرة. بعد ما دخلوا على الميز قالوا نريد المعلمة اللي ضربت فتنة طينا إياها. فأني ردت أطلع أصيح الحرس، تفاجئت بيوم أنهم جروني على القنفة وانهالوا بالضرب علي. المرشدة التربوية رادت جرني من عندهم انهالوا بالضرب عليها. إجا الحارس الأمني خلصني من عندهم، جاي خلص المرشدة التربوية دخلت الثالثة سحبت البندقية. بندقية سحبت. سحبت البندقية. بندقية الحارس. أي أو كانت سكينة على المكتب مالتي هيك يعني مال المكتب، سحبتها الثانية وطلعت للطالبات وللمدرسات هددتهم وقالت. وهاي بقت حلت ال. بقت حلت. التلاميذ. نعم. وهو كان تفاجئنا به. حلت رعب هاي. أي. أو وتفاجئنا به هو كان بنص المدرسة يهتف ويقول. أنا. الرعب موجود في. أي. في كل مكتب في المؤسسة التربوية. هسه تجد عندك. والد إحدى الطالبات يعتدي على الناظرة، حالة جديدة تؤكد صورة الفوضى المستدامة في العراق. لكن الغريب فيها هو الاعتداء على ناظرة مدرسة. على من؟ على امرأة. قمة الرجولة فعلا. هل سيحاسب مرتكب هذا الاعتداء؟ من يدري؟ إلى صورة فيها بقية أمل في ظل الفوضى الأمنية والاعتداء الذي طال المعلمين في العراق. طلبة يعبرون عن وفائهم لمدرسهم المتوفى على طريقتهم الخاصة. بشتكم هاي ما تنسي. هذا اليوم اللي فقدناه هو معلم ومربي فاضل. هذا اللي فقدته اليوم هو أبوكم الثاني. بغض النظر عن يعني بعض من ربما شكك في صحة هذا المقطع المصور، في النهاية هذه هي فطرة وبراءة الأطفال. لعل الكبار يكونون ببراءة هؤلاء الأطفال حتى وإن يعني تظاهروا بالبكاء على مدرسهم، حتى وإن بكوا على مدرسهم. إنه الوفاء حين يعلمه الكبير أو حين يعلمه الصغير، للكبير للأسف. ومن وفاء الطلاب إلى معلم يبسط الدروس أمام تلاميذه بطريقة جميلة. نعم، المشهد الذي ستشاهدونه الآن حدث في العراق وليس في مكان آخر. سنكون أكثر سعادة لو أن الواقع جيد لننقله لكم دائما من خلال تواصل دوت كوم ومختلف برامجنا، لكن هذه الإضاءات تقول إن العراق فيه من الخير ما فيه برغم هيمنة الظلام والفساد. البرقلاية هو محل دكان بلبن رمان بسكت حلويات واجبان وكرشبي برتقال وخس. هسه راح من يشتري يجي يدعو رفيق. هلا 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 عصير. 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 عصير
جميل هو التعليم حين يقترن بالتجربة، وحين يكون المعلم رفيق درب الأب على طريق تربية الأطفال حتى يحبوا المدرسة أكثر ويستجيبوا لمثل هذه النماذج التوضيحية بحيث يعرفون كيف سيكون مستقبلهم القريب. جميلة مثل هذه النماذج، لكن المقطع القادم للأسف ليس جميلا. المقطع القادم يسلط الضوء على واقع العراق المائي ومخاطر الحرب المائية التي قد تعيشها المنطقة وانعكاساتها على حاضر ومستقبل العراق مائيا. دعونا نتابع. كميات المياه اللي واصله للعراق ايضا بسبب اقامه السدود، لان هذه الدول اللي فيها كانت امطار مثل ايران وتركيا بدات يعني تتحذر قبل 20 او 30 عام، وبدات تنشئ يعني سدود وسدات حتى تخزن المياه خوفا من يعني تطور الواقع المناخي للاسوء. ولحد الان هاي انها ظاله، ماكو لا صيانه لا زين، شلون يجي الماي؟ شلون يطب الماي؟ دجلة والفرات الآن يعني في يمكن قبل شهرين أو ثلاثة ممكن إنه يعني تشوف أنت القاع مالتها أو مثلاً انتهت يعني جفت. هسه حالياً ماي ما ينقبل، خسل ما يتخسل به بسبب يعني شغلة المجاري وعدم صيانة الأنهار وعدم هوايهم. راح يزيد زعر العلف ويزيد سعر المواشي، يعني بدل ما قبل ناخذها مثل ما تقول من المزارع نشتري، من يشتري يشتري من المزارع، نشتري 150 اصلا نشتري 200، نبيع على المواطن 225، فهي هذا السبب مالها مشحات الماي. المزارع راح تجف، العلف راح يكون استيراد او راح يكون غالي، زين؟ فهذا العلف محافظة البصرة والمناطق الغريبة اللي نهر دجلة. المياه يعني قلت بشكل عادي، لأن أولاً أكو فقد تجاوزات على الشغلة، والماي العفو مال المجاري مال الخورة مال هذا وين كله جاي ينزل على شط العرب. عشائر السماوة وغيرها من عشائر أيضا حصلت حتى حالات احتراب بين عشائر ضمن المنطقة الوحدة ضمن القرية الوحدة. طبعا هذا شيء أكيد، لأن هذا يعتبر أنه هو المزارع أو الفلاح يعتبر هذا قوته، وقطع المياه يعني عنها معناتها قطع أرزاق. المهم هو المواطن يريد ماي من الدولة، هاي مو شغلة شخصية، هي يعني هاي شغلة عامة. الحكومة لازم تكون منصفة بين المحافظات وبين هذا حتى تمشي أمور المواطنين، هي مو شغلة شخصية، مو شغلة شخصية. يعني شنو كل ما عنده عشيرة وقال أنا أقطع الماء على هاي شلون يصير؟ حقيقة أنه أنا أعرف أنه الحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول، لأن مسألة تقاسم المياه في ظل الوضع الحالي معناتها نحتاج إلى سلطة، إلى وزارة الموارد المائية، وهذا غير موجود. أتمنى من المسؤول يطلع يشوف وضعية العالم، يعني أنت يا أبو الزراعة، أنت يا أبو البيئة، أنت يا أبو الها، ما حد يجي يعني قال فقد هاي العالم شوية وضعها. يوافق اليوم يوم المعلم، وفي العراق غرد ناشطون على هاشتاغ عيد المعلم في العراق. حسنا، تعالوا نقرأ عليكم أبرز هذه التغريدات. في التغريدة الأولى كتب سجاد أو كتبت: العيد عندما تعطوهم الحماية والحصانة من أولياء أمور الطلبة المتنفذين عشائريا وحزبيا، بعدها انتظروا جيل ابن هذا الوطن. طبعا هذه الفتاة العراقية على ما يبدو أنها تعرج على الحدث الذي وقع للناظرة التي كسر والد إحدى الطالبات في إحدى المدارس ذراعها. إلى تغريدة جديدة.
يسرى تكتب لكل معلمي العراق كل التقدير والإجلال والاحترام، فأنتم من ترسمون مستقبل العراق، أبناؤه أمانة في أعناقكم وأنتم أهل للأمانة. يسرى هنا تنبه المعلمين وتقول لهم إنكم أنتم أباء لهؤلاء الطلاب وهم أمانة بين أيديكم من أجل مستقبل واعد. إلى تعليق أو تغريدة جديدة الآن. كتب أحمد: المعلم اللبنة الأساسية لكل مجتمع، فإذا صلحت هذه اللبنة صلح جميع المجتمع، وإذا فسدت فسد جميع المجتمع. إذن هي إشارة إلى دور المعلم، أراد أحمد أن يخبركم بها، أن المعلم هو الذي يؤسس وهو الذي يبني الجيل كما تعلمون جميعا. إلى التغريدة الأخيرة الآن. في هذه التغريدة نقرأ ما كتبته سمار: المعلم الراقي كالشمعة، تعطي كل ما عندها لتنير الطريق للآخرين. ومن سيعطي هذه الشمعة حقوقها في عراق ما زال ينتهك حقوقه ويسلبه الفاسدون؟ الآن نذهب وإياكم إلى فقرة آراءكم. في آراءكم، وقبل أن نذهب إلى الآراء، الأمطار تخترق السقوف الثانوية لأحد المستشفيات الموجودة في بغداد. تابعوا المقطع المصور ولنا عودة. تعالوا نشاهد معا كيف علق مرتدو مواقع التواصل الاجتماعي على هذه القضية. المياه للأسف تتساقط على المرضى من أسقف مستشفى في العراق. في التعليق الأول نقرأ ما كتب سلام: نسخة منها إلى بنت الحشد أم براطم عديلة حمود، الله ينتقم منك دنيا وآخرة. طبعا هنا يريد أن يشير إلى المسؤولة عن وزارة الصحة ويتهمها بأنها مقصرة بحق المرضى. إلى التعليق الجديد الآن. ليث العقيلي يكتب: نسخة منها إلى مؤيدين عديلة، أبو مهدي المهندس وهادي العامري. هذا الشاب جمع ما بين وزيرة الصحة وما بين قادة لميليشيا الحاشد الشعبي في تعليقه، وقال إنهما السبب فيما يحدث للمستشفيات. في التعليق الثالث حيدر أبو كرار يقول: نشكر المرجعية على دعم الفاسدين. وهنا أيضا إشارة إلى دور المرجعية السياسي واستغلالها للدين من أجل للأسف تعكير واقع المواطنين في العراق. إلى التعليق الأخير الآن. مهدي العراقي كتب: إلى عباس البياتي الحرامي ابن الحرامي وإلى أصحابك والكتل السياسية الحرامية، خلي يجون يشوفون هذه المستشفى ويشوفون وضع المرضى شلون صاير. يا حرامية يا سياسية، فرضونا هلكم هيك يصير بيهم. طبعا هي عبارة عن حالات غاضبة من المواطنين، وإنما تعكس آراءهم الشخصية، ونحن فقط مجرد ننقلها عليكم لا أكثر ولا أقل. الآن نذهب وإياكم إلى المقاطع المصورة. المقطع الذي اخترناه لكم عن مسلمي الروهينجا في ميانمار، تعالوا نتابع أحوالهم ونرى إلى أين وصلت الحال بهم. مسلمو الروهينجيا في ميانمار من أكثر الأقليات تعرضاً للاضطهاد في العالم، وليسوا هم الوحيدين الذين يعانون في ميانمار. فمنذ استقلالها نشبت خلافات بين مجموعات إثنية مختلفة في هذا البلد المتنوع وبين السلطات الحاكمة التي تهيمن عليها مجموعة سكانية واحدة. بعض هذه الخلافات تحول لنزاعات مسلحة، منها ما استمر عقوداً مثل الصراع في ولاية كاتشين والصراع في ولاية كايا. شهد وضع الروهينجيا عدة اضطرابات ومواجهات، واضطهدوا على يد الحكومة وعلى يد سكان محليين يقودهم أحياناً رهبان بوذيون متطرفون، ولا تزال السلطات تحرمهم من المواطنة متحججة بأنهم انحدروا من بلاد البنغال، مما جعل الكثير منهم يعيش بلا جنسية، حتى أن الدولة استثنتهم من الإحصاء السكاني.
عمليات الاضطهاد الحالي تتضمن القتل والحرق والاغتصاب والإكراه على العمل وتدمير مجتمعات كاملة، ويجري الآن تسليح وتدريب سكان غير مسلمين كي يشكلوا قوات محلية موالية للحكومة المركزية. هذا الاضطهاد حول العديد من الروهينجيا للاجئين وضحايا لعمليات الاتجار بالبشر، خصوصاً مع تقصير دول الجوار في التعامل مع قضيتهم رغم تأثرها بتدفق اللاجئين وتنامي ممارسات الاتجار بالبشر والعثور على مقابر جماعية. يعيش الكثير من الروهينجيا اليوم في ظروف صعبة بميانمار وبنغلاديش بالإضافة لمجموعات أصغر في ماليزيا والهند والسعودية وغيرها. مثل هذه العذابات والمعاناة تكشف كذب أدعياء حقوق الإنسان، لعل إنساناً حقيقياً يهتم إلى واقع هؤلاء ولا يعاملهم على أساس دينهم أو عرقهم أو طائفتهم. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام كل ما لدينا في عدد اليوم من تواصل دوت كوم. لاحقاً ألتقيكم على خير. السلام عليكم.